وطنها 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 وطننا باسم مكة تنور وطننا. تقول الناس الواقفين هنا دين ما بشبهك ما بشبهونا، ده كلام قاله بالتحديد، قال جايين من حتة واحدة، قال راكبين حاجات واحدة، أشكالهم واحدة، وقيل لا بشبهونا، وبعدين بانفصام بتاعت الشخصية طريقة عجيبة وبطريقة عنجهية ولابس نظارات بخاطب في الشعب. يبدو الشعب هذا الخواء وهذا الفقر وهذا الإفلاس لأنه من هذا الحراك الذي سبب بأن يخرجوا الذين كانوا يستغلون منابر الدولة، منابر التنفيذية، منابر الشعب في تسوية حسابات وعمل والعمل السياسي. بعد ما انتوا جيتوا كبيتوا موية في الجحور، الجماعة الحمد لله يطلعوا ومشوا يمارسوا السياسة في المنابر. لكن للأسف يبدو ندوة امبارح كانت أول ندوة اللي جماعة ممكن يقفوا قدام الجماهير، وبالتالي ما قدروا يقولوا حاجة. قالوا الشعب السوداني ما يشبهونا، إذا ما يشبهكم أنتوا يا أخوانا فكروا ولدوكم منو، إذا ما بيشبه أبوك أسأل نفسك أنت جيت من وين؟ أهلنا يا جماعة، أنحنا شعب واحد، سودان واحد، نتسامح، نتعايش مع الناس. المجرم يمشي السجن، الما مجرم مواطن سوداني يجيب هنا. نحن منذ فترة كنا نقول وسنقول إنه يا جماعة في مجلسين الآن في الحكومة، مجلس السيادة، مجلس الوزراء، ديل أصبحت أو مجلسين ديل. نحن قلنا لكم يا حمدوك ويا برهان المجلسين ديل أنتوا على الراسة، حلوا المجلسين ديل، أفتحوا وثيقة دستورية، خلوا الشعب السوداني يجي يشاركوا جميعا في فترة الانتقالية، افتحوا المكاتب، افتحوا الشاشات، خلوا التلفزيون السوداني الان مفتكرين زي المنديل في جيب بعض الناس يجيب هنا يشوف الشعب ديل، افتحوا الراديو عبد الرحمن بتاعت السودان ديل، خليه الراديو يجي يشوف هنا، الاذاعة تجي تجيب قدام الجماهير، قدام شعبه القاعدين بيطلعوا الضرائب من جيوبهم عشان بدعموا المحلات ديت تلفزيون السودان والاذاعه السودانيه. ما تحتكروهم لانه الاحتكار بتاع 30 سنه اوصلنا هنا، وبالتالي انتم ما تبداوا المشوار من حيث البداية. المشوار يجب ان نبدا من جديد، مشوار يجب ان نفتح لكل الناس. احنا قلنا يا جماعه حتى ولو بعض الناس خزيوا في اسقاط النظام السابق بانه بقى يكون عندهم المواقف، بقى عندهم الكراسي، لكن الشعب السوداني البرلمان القاعدة يجب انه يكون برلمان سوداني، برلمان يشمل كل الناس، برلمان يشمل كل القبائل، برلمان يشمل الشماليه، يشمل نهر النيل، يشمل الشرق بولايات الثلاثة، يشمل خرطوم، يشمل كردفان كلها الكبير والصغير، يشمل النيل الأزرق، يشمل الجزيرة، يشمل النيل الأبيض، برلمان يشمل دارفور بولايات الخمسة، برلمان سوداني والشعب السوداني هم من يختاروا. ده موقفنا يا أخوانا، إذا كان نحن غلطانين قولوا لنا نحن غلطانين. يا صديقي واتصال الذي لا تشبعنا، نحن لن نطلب منا غير هذا. نحن قلنا لكم الفترة الانتقالية يا جماعة محتاجين لآليات، دايرين مفوضيات للانتخابات، دايرين مفوضية للإحصاء، دايرين وثيقة، دايرين وثائق، دايرين المحكمة العليا،
دايرين ايضا لجان ل حوار الدستوري، دايرين مفوضيات اللي ممكن تنقلنا من المحطه ده الى المحطه الاخرى، وهي محطه بتاع الديمقراطيه الدائمه. ده يا هون ما تعملوه في الغرف المغلقه، قلنا لكم طلعوا برا، اعملوا برلمان، اعملوا محكمه دستوريه، اعملوا محكمه عليا، اعملوا نيابات. نيابات ما في جيب الناس، ان احنا نتعامل مع بعض ونعمل برلمان، وخلفيتنا تكون برلمان. الحكومه مرجعيتها يجب ان تكون برلمان، الحكومه مرجعيتها ما يجب ان تكون القحط. ده غلط. مرجعيه الحكومه يا جماعه ما يجب ان تكون القحط. ما في حاجه اسمها حاضنه سياسيه في الدنيا، ده ما في حاجه في الدوله اسمها حاضنه سياسيه. الحاضنه السياسيه يجب ان تكون البرلمان. عشان كده ان احنا كنا افتحوا اول حاجه حاضنه سياسيه ده، وافتحوا الدستور ده يدخل فيه الشعب السوداني، بعد خلوا الشعب السوداني يكون مؤسساته ويعمل الحاضنه السياسيه في برلمانه، وصوته بكون جهور، صوته بكون واضح، ودايرينه يعملوا والما دايرينه ما يعملوا. ده الكلام اللي قلناه يا صدقني. الوجه الذي لا تشبعنا، هل هذا كلام غلط؟ قال احنا يا جماعة قلنا لكم في اتفاق سلام جوبا، وفي ناس برضو لسه ما وقعوا على اتفاق. اتفاق سلام جوبا يجب ان ننفذ، والذين لم يوقعوا يجب ان يكون لهم اتفاق عشان نكمل الفترة الانتقالية ونأمن بدون ما شكشنا، بدون ما حتكون في مشكلة، بدون ما حتكون في حركة مسلحة خارج الحكومة. جميعنا نقعد مع بعض وبطريقة مفتوحة نعمل الاتفاق، نفتح الاتفاق وندخل معانا الاخرين. فقلنا نعمل تنفيذ للاتفاق ده من اجل اعادة اللاجئين في دارفور. بنوا في 3 مليون لاجئ ونازل في النيل الازرق، في جنوب كردفان، وفي كل المناطق دي. الناس دي يجب ان يعودوا ويقعدوا في اهاله مع اهالهم بكرامه وبشرف. الكلام ده الوجه الذي لا يشبعنا، هل الكلام ده غلط؟ احنا يا جماعه قلنا لكم الشرك عنده قضيه، الشرك ما ترك، الشرك الشرك، الشرك شعب، الشرك بورسودان، الشرك كزله، الشرك قضارب، الشرك سمسم القضارب، الشرك اهل السودان، الشرك كل الناس، الشرك ده بحر الاحمر، الشرك كل الناس، الشرك عنده قضيه، الشعب الشرقي عنده قضيه، الناس دارين الفدراليه حقيقيه، دارين السلطات، دارين يقرروا رايهم بنفسهم، والشماليه كذلك، ونهر النيل كذلك. بهذا الكلام هل اخطانا يا ود الذي لا تشبعنا؟ احنا قلنا لكم يا جماعه، احنا قلنا لكم المؤتمر الوطني ده سكت، والرؤوس بتاعكم واحدين في سجن، عندنا 20 سنه قاعدين نقول يا جماعه الناس سلموهم للمحكمه الدوليه، انتوا كنتوا رافضين. احنا قلنا لكم يا جماعه المؤتمر الوطني ده خلاص سكت، والوثيقه الدستوريه منعت. لكن المؤتمر الشعبي ما مؤتمر وطني، المؤتمر الشعبي زل 20 سنه كان يناضل. الشهيد محمد خير كان هو المؤتمر الشعبي، الشهيد محمد خير مؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي ده شبابه وقفوا هناك في القياده العامه، لكن انتم سميتوهم كلهم سميتوهم فلول. يا ود الذي لا يشبعنا، هل جميع الناس فلول؟ احنا قلنا نشارك جميعا، كل الحركات، كل القوى السياسيه، الطرق السوفيه، الطرق السوفيه، الاداره الاهليه، الناس دي الفصائل، الشعب السوداني، الشرائح، الشعب السوداني. لا يمكن ان تستغنى من احد وتتعامل مع واحد، لا يمكن
أن تستغنى من الطريقة الصوفية وتتعامل مع طريقة غير صوفية. نحن ما كلنا شيوعيين ولا كلنا إسلاميين، ما كلنا حمر، ما كلنا خضر، ما كلنا دايريننا لساننا يكون لسان واحد. يا ود الذي لا يشبعنا، هل استمعت لمحمد وردي؟ هل استمعت لمحمد وردي الذي تغنى وقال وطنها 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 وطننا باسمك تنور وطننا؟ يا اخونا الوطن الذي لا يشبعنا، انت اذا كان ما تشبعنا يا اخي، انت لا من الرطانة لا من بتكلم العربي لا بكتبه، انت جيت من وين؟ اهلي جميعا الشباب شيبا وشبابا، في الحقيقة نحن في الايام القاعدين دي، انا اقول لكم عشان اختم، رئيس الوزراء المبادرة الجابة هي مبادرة بتاعت 2+2+2+1 اسبوعية، نحن قبلنا والناس المكون العسكري قبله، لكن للاسف الطرف الثاني رفض حتى الان. لكن الغريبة جايين احيانا انت اذا داير تمشي مع كذاب، الكذاب بوصلو هشم الباب، الكذاب بوصلو هشم الباب. طيب انا اقول لكم حاجه واحده، الجماعه هسه بيتكلموا بيقولوا ان انا ما دايرين العسكر، بيقولوا ان انا بيتهمونا ان احنا مع العسكر، بيقولوا ان الناس دي مع العسكر، لكن قالوا شنو؟ اذا قريتوا الوثيقه بتاعتهم قالوا ان احنا نتحاور مع العسكر لكن ما نتحاور مع الناس الواقفين دي. السيدات والسادة، السيدات والسادة، نحن ما زلنا في مواقفنا، ما زلنا في موقف حل هذه الحكومة وفات فترة الانتقالية للشعب السوداني وإشراك الشعب السوداني كله، ده نحن موقفنا. وأنا من هنا أحييكم مرة ثانية نيابة عن أخواني وأخواتي جميعا، وأشكركم على هذا اللقاء، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.